نحن الآن في مستشفى قرينا التعليمي، هذا المستشفى الذي قدم العديد من الخدمات الهامة والذي كان له دور رئيسي في أحداث وكارثة دانيال التي حلت بمنطقة جبل الأخضر وبمدينة درنة. هذا المستشفى كان يعتبر نقطة التمركز للأطقم الطبية الوافدة التي جاءت من أجل تقديم المساعدات الإنسانية، كان نقطة تمركز للقوافل. هذا المستشفى أبان عن أهمية كبيرة جدا أثناء هذه الأزمة. نحن الآن تحديدا في قسم النساء والولادة، كما تشاهدون الآن أمامكم هذه غرفة عمليات مجهزة تجهيز كامل، لكن للأسف لم تبدأ العمل حتى الآن نتيجة لعدم توفر الطاقم الطبي الذي من المفترض أن يقوم بتشغيل هذا القسم. الأسباب كثيرة، يعني أهم هذه الأسباب هو عدم توفر ميزانية تمكن إدارة هذا المستشفى من تشغيل هذا القسم وغيره من المشاكل الأخرى الناتجة عن موضوع الميزانية. ميزانية هذا المستشفى مصنفة كميزانية مستشفى أمومة وطفولة، مما يجعل ميزانية المستشفى منخفضة جدا، بينما في حقيقة الواقع المستشفى يقدم خدماته في كافة التخصصات ولمساحة جغرافية كبيرة جدا لعدد من البلديات. هناك أقسام العظام، هناك أقسام الأنف والحنجرة، هناك العمليات والجراحة، هناك يعني خلينا نقول جميع الأقسام. أيضا المستشفى يقوم بإجراء عمليات في جميع التخصصات. من المشاكل التي يعانيها المستشفى أيضا هو عدم تشغيل قسم الأشعة، وذلك ناتج لبعض المشاكل المتعلقة بموضوع الكهرباء. وبالمناسبة المستشفى قام بمخاطبة شركة الكهرباء وفي انتظار أن تحل هذه الإشكالية. الإشكاليات الأخرى التي يعني لمسناها من خلال جولة تلفزيون المسار في مستشفى قرينا هو نقص الكادر الوظيفي كما قلت. أيضا هناك أكثر من 60 موظف لم ينالوا مستحقاتهم المالية من مرتبات منذ أكثر من عامين، و60 موظف أغلبهم من الأطباء وأيضا من الممرضين، الأمر الذي قد يضع المستشفى في حرج كبير في حالة توقف هؤلاء عن العمل. مشاكل كثيرة لمسناها داخل مستشفى قرينا، تحدث ربما يعني عنها ضيوفنا من خلال هذه المتابعة، لكن تلفزيون المسار كما عودكم يقوم بجولة أخرى من جولاته داخل مرافق هذا الوطن ليسلط الضوء على العديد من الإشكاليات. بالنسبة للمشاكل اللي تواجه مستشفى قرينا ملخصينها في 4 نقاط، اللي هي الميزانية والمبنى والكوادر البشرية والمواد التشغيلية. طبعا الميزانية ما زال يعامل أنه شنو أموم الطفولة، يعني أقل ميزانية في تصنيف المستشفيات. هذا اللي معقلنا في شنو في تادية خدمات أفضل وافتتاح أقسام جديدة نفس قسم النساء وقسم الأشعة، يحتاج ميزانية تشغيلية ولتوفير حتى الأطباء المتعاونين والأشياء الأخرى. الشيء الثاني المبنى، طبعا المبنى زي ما تشوفوا أنتم مبنى محور، يعني كان وثاقة عسكرية وتم تحويره، ونحن نسعى أن شنو يكون عندنا مباني جديدة عشان الواحد يتوسع ويدير أقسام جديدة بحيث يلبي الخدمات الطبية اللي تحتاجها البلدية. الشيء الثالث كوادر، طبعا الكادر بتاعنا ضعيف جدا مقارنة بباقي المستشفيات وباقي المرافق الصحية، يعني مقارب عن 200 وكسر موظفين، فالحق حتى هو يعني بسبب عرقلة كبيرة للعمل في المستشفى في عدم توفر الكوادر الطبية والطبية المساعدة. يعني 260 موظف بين إدارية وطبية طبية مساعدة، يعني ما تفتحش فيه مستشفى، وهذا بسبب عرقلة أخرى في فتح أقسام جديدة نفس الأقسام اللي قلنا عليها توا. الشيء الآخر المواد التشغيلية، طبعا احنا عندنا مشكلة في مواد التخدير، يعني اغلب المستشفيات وقفت العمليات حاليا، وزي ما تشوف انت عندنا ضغط شوي في اللي عند امس المستشفى فل، يعني الاسره ممتلئه بالمرضى، ويعني في اي لحظه تجيك حاله طارئه ما تقدرش تدير اي حلها لان ما عندكش اماكن تستوعب العدد اللي وصلنا له حاليا. والله حاليا جراحه عامه، جراحه عظام، وجراحه مسالك، وجراحه اطفال، هذه متوفره حاليا. طبعا لما استلمنا احنا كان هدفنا في 2023 أن نوفر الأطباء على مدى 24 ساعة والتحاليل والأشعة 24 ساعة، والحمد لله وصلنا للهدف هذا.
هدف تاعنا في 2024 نفتح قسم النساء والولادة ونفتح قسم الأشعة ونبدأ في برامج التعليمي للمستشفى بحيث توفير القاعات الدراسية، لكن هذا كله طبعا يحتاج إلى ترقية للمستشفى وزيادة الميزانية، لأن كل شيء جاهز عندنا، قسم الأشعة جاهز لكن يحتاج شوي نواقص، عندنا قسم النساء جاهز بكامل يحتاج كوادر وقيمة التشغيلة بحيث توفير المواد وتوفير الأطباء المتعاونين. أولا، مستشفى قرين التعليمي قدم خدمات طبية للمتضررين من إعصار دانيال خاصة في فترة الأزمة، حيث أن مستشفى قرين التعليمي هو الخط الأول أو الخلفي لمدينة درنة، استقبل المستشفى العديد من الحالات حيث أن جميع الحالات تلقت جميع الخدمات الطبية اللازمة، والحمد لله رب العالمين كان المستشفى على قد المسؤولية. أهم العراقيل التي تواجه المستشفى هي الميزانية المقترحة للمستشفى، حيث أن المستشفى لا يزال يصنف كمستشفى أمومة وطفولة وليس كمستشفى تعليمي. إذا كانت الميزانية المخصصة للمستشفى تكون كتعليمي، فنسأل الله أن حنقدم خدمات ممتازة للمواطن. أولا، نشكر جميع طاقم مستشفى قرينة من مهن طبية وطبية مساعدة والإداريين على المجهود اللي يبذلوا فيه رغم قلة الإمكانيات والمشاكل اللي نواجهوا فيهن، اللي هن الكادر بالدرجة الأولى يعني، والميزانية. طبعا ضعف الكادر هو سبب عدم توفر الإمكانيات باش حتى يقوم المستشفى ويقدم يعني يقدم شغل أفضل للمواطن. وعندنا مشكلة الكادر، طبعا عندنا مشكلة تقريبا 60 موظف، هو بالنسبة للكادر شوي، والموظفين نصهم يعني ما فيش أي رواتب لهم، في رجف الإفراجات ومشاكل أخرى اللي هي الميزانية. مشكلة الميزانية في لحد الآن معاملة أمومة وطفولة وطوارئ، يعني نحن تعليمي ولكن ماليا أمومة وطفولة وطوارئ، يعني هذه المشاكل. يعني المشاكل الأخرى اللي هي عندنا مشكلة المركبات، نقص في سيارات الإسعاف، وش نقول لك يعني، نواقص واجد هنا يعني، لكن بالدرجة الأولى اللي هي الكادر. كما شفت أنت قسم الولادة جاهز متكامل، لكن ينقص الكادر، والكادر مستحيل يعني أنك توفره إلا عن طريق الميزانية لحد الآن مو طوارئ يعني.